صور لتفجير مخزن للذخيرة في مدينة فينيسكا الأوكرانية. إذن مدينة فينيسكا عفوا الأوكرانية، هذه الصور لتفجير مخزن للذخيرة، طبعا على ما يبدو بأنه مخزن كبير، أعمدة الدخان ترتفع، وهي هذا المخزن هو داخل قاعدة عسكرية أوكرانية في فينيسكا الأوكرانية. طبعا كان هناك مشاهدين استهدافات منذ ساعات الصباح الأولى لمراكز عسكرية، لمخازن أسلحة، مخازن ذخيرة، بنى تحتية عسكرية في مناطق مختلفة من أوكرانيا، في العاصمة، في خاركيف، في حتى يعني سفارات الإنذار سمعت في لافيف، في شرق أوكرانيا، في الغرب أيضا. فهجمات متعددة متزامنة في ذات الوقت على مناطق مختلفة. إذن نذكركم، إذن هذه الصور لقصف مخزن للذخيرة في فينيسكا شرق أوكرانيا.